أعادت شركات إنتاج الكهرباء التجارية في مدينة تعز خدمتها بعد نحو 10 ساعات من التوقف احتجاجا على احتجاز 6 من الملاك عقب تعثر المفاوضات أو التفاوض مع الجانب الحكومي بشأن تخفيض سعر تعرفة بيع الكهرباء. نعم، كما وجه وكيل محافظة تعز عارف جامل عقب اجتماع مع ملاك وممثلين عن الشركات بالاستمرار في تقديم الخدمة حتى يتم معالجة وضع الكهرباء في المحافظة بشكل عام، وعلى ضوء اتفاق يقضي بتخفيض سعر تعرفة بيع الكهرباء إلى 350 ريالا للكيلووات الواحد بصورة مبدئية بدلا عن 500 ريال. كما تضمن الاتفاق تفاصيل إضافية حددت أسعار تعرفة بيع كل كيلووات واحد من الكهرباء مقابل أسعار بيع كل لتر واحد من الديزل انخفاضا وارتفاعا. هذا وتعمل 11 محطة تجارية لإنتاج الكهرباء في مدينة تعز وثمان محطات في عدد من المناطق الريفية الواقعة ضمن إدارة الحكومة الشرعية. إذن ولمتابعة هذا الموضوع، موضوع احتواء مشكلة الكهرباء في محافظة تعز من قبل السلطة المحلية، هناك انضمنا الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز. نرحب بك شيخ عارف معنا في أخبار المنتصف. إذن ضعنا في هذا الاتفاق الذي تم برعاية السلطة يعني في محافظة تعز حول احتواء هذه المشكلة، وأبرز بنود الاتفاق الذي تم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قضية الكهرباء هي قضية شائكة، وربما لا تعتبر قضية فقط تخص السلطة المحلية، هي بالأساس قضية حكومية. لكن حقيقة تعاملنا معهم الوضع القائم، وكان هناك بعض أصحاب المولدات الكهربائية الذين يبيعون الطاقة الكهربائية للمواطنين، كان هناك مغالاة في نسبة. نعم سيد عارف، هل ما زلت تسمعني شيخ عارف؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الشيخ عارف الذي كان يتحدث عن جهود السلطة المحلية في محافظة تعز لاحتواء مشكلة الكهرباء وآخر الجهود، وربما أيضا هذا الاتفاق الذي تم مع ملاك وشركات الكهرباء في تعز من خفض أيضا تعرفة الكيلوات في المحافظة. ربما نعاود الاتصال بالشيخ عارف للتعرف أيضا على تفاصيل أخرى من خلال هذه النشرة. أصيب 12 شخصا في مدينة تعز في حريق محطة وقود في شارع وادي القاضي شمالية مدينة تعز، 3 منهم إصابتهم خطرة. وجاء اندلاع الحريق لخزانات مشتقات بترولية تابعة للمحطة تتواجد في محلات مجاورة للمحطة بسبب التماس كهربائي أسفر عن أضرار بشرية وخسائر مادية كبيرة. وبحسب تصريحات شهود عيان لقناة يمن شباب، فإن صهاريج المياه الخاصة بالمواطنين وسيارة الإطفاء التابعة للدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادثة، لكنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق إلا بعد مرور ساعات. وبالعودة إلى الاتصال مع الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز، عاد معنا الآن. قبل أن انقطع الاتصال شيخ عارف، كنت تتحدث عن جهود السلطة المحلية في تعز لاحتواء مشكلة الكهرباء في المحافظة، تفضل. حقيقة وكيل عزيز، كما أوضحت أنه نحن ما عملنا بصرف عليها، هو معالجة وقتية لا أكثر، لكن نعم. بالأساس قضية الكهرباء هي قضية شائكة وتحتاج إلى معالجة نهائية. كان هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتوفير 30 ميجا لتعز وتوفير الديزل، لها أكثر من سنة وسنتين التوجيهات لم تنفذ. بالتالي احنا في المحافظة بحاجة إلى اشتعال مؤسسة الكهرباء، بمعنى أنه الدولة أو عبر مؤسسة الكهرباء هي من تقدم الخدمة للمواطن. لكن نتيجة الظروف الحالية ونتيجة القصف الحوثي وتعطل جميع الملاءات، كان هناك مبادرة من بعض أصحاب المولدات الكهربائية يتم توفيرها للمواطنين بسعر معين. طبعا كان هناك مغالاة في السعر التكلفة، عملنا على ضبط أصحاب المولدات، وبالأخير اتفقنا وخرجنا باتفاق على أن تكون 350 بالنسبة لسعر التكلفة، والاشتراك يكون ب 1000 ريال. نعم، يعني كما تحدث الشيخ عارف، نعم من الأخ نعم هذه الحلول كما تحدث هي حلول وقتية،
نعم، ما مدى ربما استمراريتها إذا كانت وقتية، وهل هي أيضا ربما ناجعة؟ لأنه هناك الكثير من المشاكل ربما، وهناك أيضا اتهامات للسلطة المحلية ربما بالتواطؤ مع ملاك هذه ربما يعني شركات الكهرباء، فبالتالي يعني ما مدى نجاعة كما تحدثت هذه الحلول الوقتية؟ حقيقة احنا شكلنا بشكل هذا لجنتين، اللجنة الأولى هي معالجة الوضع القائم الحالي بحيث نخفف العبء على المواطنين، وفي نفس الوقت لجنة مشكلة من الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالمحافظة ومدير عام الكهرباء بالالتقاء بالحكومة وطرح المشكلة. نحن إذا وفدت وجهة رئيس الجمهورية ب 30 ميجا ستحل لنا المشكلة بشكل كبير جدا، إذا وفر لنا التأجيل ما يتعلق ب 30 ميجا سيحل لنا المشكلة بتعز. أنتم تعلمون أيضا مشكلات بارتفاع الديزل، الأسعار عملت على مسألة رفع سعر التجربة بشكل كبير، النقل وطريق هيئة العبد. أقصد أن تعيش وضع استثنائي وربما يختلف عن جميع المحافظات، يحتاج إلى أن تسلط الضوء عليه الحكومة وأن تعطيه أهمية أكبر. هناك خدمات أساسية في المحافظة تحتاج لتدخل حكومي عاجل. نعم، يعني تحدث ربما يعني احنا نتمنى طبعا هذه الحلول، ويعني كما يعني ذكرنا ايضا في الخبر ان هناك يعني جهود لاحتواء هذه المشكله، وهناك اتفاق مبدئي، وهناك ايضا لجان، نتمنى طبعا ان يعني يكون احتواء لهذه المشكله ويلمس ايضا المواطنين ربما يعني نتائج هذا الاتفاق الذي حصل. هناك اتهام شيخ عارف ربما نعم ان السلطه المحليه ربما تتقاسم ارباح مع بعض الملاك ورجال الأعمال يعني ربما والشركات في هذا المجال، ما مدى ربما صحة هذه المعلومات، ولماذا أيضا تثار مثل هذه الأخبار شيخ عارف؟ عفوا ما سمعت السؤال. نعم، كنا نتحدث ربما عن الاتهامات ربما الآن، والكثير يتحدث عن تواطؤ مع السلطة المحلية مع الكثير من الشركات وتقاسم الأرباح، ما مدى ربما دقية أو ربما يعني صدقية هذه المعلومات، وأيضا لماذا تثار مثل هذه الأخبار؟ كلام 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 غير صحيح، وكلام يظل كلام فيسبوك وكلام آخرين. يعني في الأخير نحن نشعر أن المتربصين بتعجب أكثر من الحريصين عليه، وهذا المؤسف الشديد. يعني إعلام أحيانا كنا نحاول أن نضبط هذا الإعلان، لأنه هناك في انفلات إعلامي. طلبنا من كثير، طلبنا تشكيل لجان مجتمعية للمواطنين يأتوا نطرح لهم المشكلة بحيث يكون عندهم تكون هناك شفافية. السلطة المحلية ليس عندها مشكلة أن تضع ملفاتها بشفافية لأي لجنة مجتمعية، لكن عبر التواصل الاجتماعي والاتهامات هنا هناك هذا غير صحيح بالبتة. يعني نعم، دعني قبل أن أختم معك شيخ عارف أيضا ربما يعني نتحدث عن هذا الخبر الذي ذكرناه قبل قليل عن هذا الحريق الذي حصل لخزانات مشتقات النفط في محلات مجاورة في منطقة وادي القاضي، ما جهود السلطة المحلية والدفاع المدني لاحتواء هذا الحريق ربما، ويعني بسبب التماس كهربائي، فهل هناك ربما لا توجد احتياطات للسلامة لكي ربما يعني لا تحدث مثل هذه الحوادث الكبيرة، خصوصا راح ضحيتها مواطنين؟ لا، هو حادث عرضي ربما حدث في أكثر المحافظات. أنتم تعلمون أنه حدث في الحوبان وربما تضرروا المواطنين، لكن هذا حدث حريق محصور على مستوى المحطة وتمت الإطفاء، نزلت الجهات الرسمية وأطفت الحريق. يقصد أن هذه حوادث عرضية تحصل في أي مكان، حصلت في صنعاء، حصلت في عدن، حصلت في تعز. ربما المواطنون يتحدثون عن غياب وسائل يعني الأمن والسلامة وتأخر أيضا وصول الدفاع المدني ويعني لإطفاء واحتواء هذا الحريق الشيخ عارف. لا أكثر عزيزة، بالعكس الأمن يبذل جهود جيدة بإمكانيات الموجودة فيه ويقدم خدماته، وعنده في أسرع وقت تواصل يتوافد ما يتعلق بالإطفاء تواجد في وقت الحريق. أنا أقصد أحيانا الإعلام هذا يشتت ويحاول يسيل تعز أكثر ما ينفع. مشكلتنا أنا في تعز هو الإعلام المنفلت. حقيقة نتمنى من الجميع أن يتحروا الحقيقة، كما طرحت لك أنه السلطة المحلية مستعدين اذا كان هناك ما يطلعوا من الفساد او غايه وكذا ياتوا الى السلطه المحليه سنطلع لهم جميع الملفات. يريدون يشكون لجنه مجتمعيه لا يوجد مانع، لكن عبر التواصل معي يعني في الاخير هو تشويه لتعز، تشويه لقيادتها. اظهار تعز بهذا الفساد هو خلل بالنسبه لهؤلاء الناس، يريدون يتربصوا بتعز لا اكثر ولا اقل.
نعم. يعني من يريد أو يدعي مهم طبعا انضمامك معنا وتوضيح هذه المسائل. اليوم نحن في تعز نعيش في دولة. نعم. اليوم نحن في تعز نعيش في دولة فيها مؤسسات موجودة، هناك وزارة المحاسبة، هناك نيابة أموال عامة. جميل يعني انضمامك وتوضيح الكثير من المسائل كما تحدث شيخ عارف. تحدثنا ربما تعاني تعز من انفلات إعلامي وإن شاء الله يعني يتم احتوائها، ومهم أيضا ظهوركم وتوضيح الكثير من المسائل حتى يعني يتعرف الناس على طبيعة الأوضاع في المحافظة، وأيضا جهودكم لاحتواء الكثير من المشاكل في محافظة تعز. أشكر انضمامك معنا شيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. إذن وفي السياق، قال مدير مصلحة الدفاع المدني في تعز العقيد علي محمد في تصريح خاص لقناة يمن شباب أن السيطرة على الحريق لم تكن سهلة بسبب توسعه في ظل غياب وسائل الأمن والسلامة. الحمد لله نتج عن الحريق يعني حوالي 12 فرد، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة، من الإخوة المواطنون، حيث نتيجة عن الحريق تعرض أربع أفراد من أفراد الدفاع المدني للحريق، ثلاثة من أفراد منهم إصابتهم على خطيرة، بقي الحريق من الإخوة المواطنين بالأيدي وبالأقدام، وهذا كله بسبب ارتداد النار، حيث النار تخمد ثم تعود للاشتعال مرة أخرى. ودعا مدير المصلحة ملاك محطات الوقود إلى ضرورة الاستجابة لتوجيهات الدفاع المدني والتي تقضي بتوفير وسائل الأمن والسلامة والإنذار المبكر حتى تتمكن الجهات المختصة من السيطرة على الحوادث بشكل مطلوب. الحمد لله نتج عن الحريق يعني حوالي 12 فرد، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة، من الإخوة المواطنون، حيث نتيجة عن الحريق تعرض أربع أفراد من أفراد الدفاع المدني للحريق، ثلاثة من أفراد منهم إصابتهم على خطيرة، بقي الحريق من الإخوة المواطنين بالأيدي وبالأقدام، وهذا كله بسبب ارتداد النار، حيث النار تخمد ثم تعود للاشتعال مرة أخرى.